صباح الخير عليكم معشر الخونة. شركة سنترال، أنا خائنة بحالكم من شركة سنترال. هذاك مدير شركة سنترال، هادشي اللي قدرك عليه الله، مستهلكين سنوات 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 لشركتكم ومعليكم، نهار اللي قطعوكم عوض ما تعتذر وتنقص من الثمن والتعامل معاه، قلتي خونة خيانة بعد، راك كلمة عظمى ولا تليق بالفقراء. التاريخ يشهد أن الفقراء في أي دولة في العالم هما الدرع الحامي، وهما أول وحدين كتجيهم الحمية والنخوة على بلادهم إلى تصابت بشي حاجة، فكذلك الفقراء المغاربة، لأن كيشم عندكم على الفقراء الأغنياء ما كيشريوكمش، شريو أنواع أخرى من الحليب. هاد الكلمة خصك تحاسب عليها، هادي أول حاجة. شرينا من عندكم مزيانين، مشيناش من عندكم خوانا، حنا خوانا لشركة سونترال لأنها خانتنا من نهار الأول وهي كتخون فينا، وخائنة للفلاح. عاد بقى فيك الفلاح، انت كتاخد من عند الفلاح المسكين، كتاخد عن من موالي الفيرمات، تاخد باطل دريهمات معدودة، ما نقدرش نقول كتشري من عنده، هو يكسب ويعلف ويشمش ويدخل ويخرج، انت كتجي تديه باطل وديرولنا وتخربقولنا بالموز الصغاريت وتعطيه للشعب وتطلع في الثمن. ما نقدرش انا كلمة ان سونترال كتشري من عند الفلاح الحليب، انا ما نقدرش نخرجها. كما قال داك الفلاح، نخليهم العجول لولادهم هذا، خليهم داك الشيء اللي جايبينه نتوما، انه يتضرر يتضرر يتضرر، ما بغيناش حنا هذا الشيء يتضرر، نشربوا حنا حاجة اخرى، ماشي شغلنا، حنا متضررين، شكون داها فينا؟ يتضرر يسد الفيرما ديالو ويبيع عجول، الله يعاونه، حنا ما غنشريوش الحليب ديال سونترال. انا كنهضر عن نفسي، انا مقاطعة سونترال، وتحية كاع الناس اللي قاطعوا سونترال. حنا اول ناس خدم للوطن ومحبين للوطن، الملك ديالنا ما عشناش معاه في القصر الملكي، ما صافحناش، ما شفناش عن قرب مباشرة، ولكن كنبغيوه ومخلصين ليه ومبايعينه ابا عن جد، دون قيد او شرط، دون قيد او شرط. حنا ما طامعينش في الملك ديالنا باش نبغيوه، حنا بغيناه ابا عن جد، داكشي متوارث ساكن في الدم، اللي غادي انت تنعتنا بالخونه. الخونه نهار اللي كطرى شي حاجه للبلاد في حالك، كيشدوا طيارتهم كيجيبوا يشوفوا لهم عندهم شي مهمه ولا شي عقد مع جزر الهونولولو ولا مع الامريكان ولا هذا، تا كدوز مع عاد كيرجع، كيكونوا دوك الخوانه حماو على البلاد ودافعوا على الصحراء وداروا داروا، وانت راه انت في الطياره بهذا ديالك كتراقب الاوضاع، ولا انت اصلا مسوقش الاوضاع، تا كتسمع راه كلشي بخير وترجع. شكون الخائن دابا؟ الخوانه هما مولي الكروش الكبيره ومولي الجيوش المثقوبه واللي كيمصوا في دم الفقراء، هذوك هما الخوانة اللي تقدر تسميهم بالخوانة. وكتشربوا الحليب، الحليب اللي شربتوه بعدا باين خاطر، ماشي بحال اللي كناخدو حنا في الكراطن ديالكم، خاطر نيت حليب شربتوه ونسيتو التمر، لذلك خليو علينا حنا، خليو على الخوانة سونترال، غنعطيوها لكم حلو، داك التمر المجهول الحلو نيت حلو، غتشوفوه مستوكي في لي سوبر مارشي، في السناكات، في القهاوي. انا بعدا الا مشيت لشي قهوه وصلت فيها سونترال ما غنشربش، غنمشي. انا القهوه اللي كنمشي نخدم فيها الا ما صبتش، الا صبت عند سونترال، ما هو غالبا هما كياخدو من نوع اخر، ما غنبقاش نجلس فيها. غادي تاخدوا التمر من عندنا ان شاء الله بصحتكم الحليب. دوزوا لواحد الكائن اخر، واحد الوجه مركب مع واحد المخلوق غريب على المغاربه، خارج بالسفاهه فمو من الحزام لتحت، كيسب في سيادو سيادو، هو اللبسه ديال الشفار وعامل راسو رابر. المغاربه كيشربوا سيدي علي، المغاربه كيشربوا بوديزا، كيشربوا لنا جوج كيسان باقي كيتلاه، هادو مزالط. المغاربه كيهبط غير للحانوت يشري شي حاجه للولاد، ولا جا العطس كيشري قرعه هذا يشرب شويه ويلوحها. علاش ما كتشربوا سيدي علي؟ شكون هاد سيدي علي؟ بربعة دراهم كنت او 6 دراهم كنشريوه حنا المظالم، ولكن راسي دخوره بزاف، حيت حنا كنشربوا الماء المعدني بزاف، واخا عندنا الروبيني كنشربوا هذا، يلاه يلاه حيدها لنا من فمنا. انت فمك فم الماء القادوس، شربتي الماء القادوس ماشي تا ديال الروبيني اللي كبر به الشعب، تا من الماء القادوس كسف السفاهه ومن الحزام لتحت. شكون انت في ملك الله؟ شكون عامل راسك رابور؟
رابور نتا حاشا، وشكون رابور نتا ديجا واجد باللباس ديال الشفارة، تعمل سيف وتخرج 4 الصباح تكريسي نسا الدرويشات، اما نسا الديكورديات والرجال بزاف عليك، حيت نتا شماتة ما تقدرش تكريسيهم، نتا مشرمل، نتا اللباس مشرمل، الوجه مشرمل، الفندق مشرمل، مشروع مشرمل، واجد شد السيف خرج كريسي، شد داكل شراب، اش داكل شراب، اش دا جد باباك الشراب، ما نوصلش المستوى ديالك، ولكن اش دا جد باباك الشراب. الراب الرابور كيغني على ما يمس المجتمع المدني، السبيطارات في المعيشه بحال هكا، انت كتهضر على سيدي علي وهضر على الشعب، انت راه تقلبت وقيلا عارف الترابوريت بالتحواليت. شوف سيدك مسلم، تعلم من سيدك مسلم، هذا لو بغيتي فعلا تكون رابور، حتى كلمة ساقطة كيمررها مرور الكرام بلا ما كنحسو. اما انت تعلق بالفن، انت خصك تشد السيف بديك اللبسة ديالك بداك الفم الخاص ديالك وخرج جريسي، خرجي في البراهة، شم الرجال بزاف عليك تكريسيهم، انا وبزاف عليك تكريسيني، صافي انت مشرمل خرج، ما تقولش انا رابور. بغيت الراب، انا نوريك الراب، لان الشعب المغربي منا اللي ركب البحر مشى وداه المون، منا اللي باع الديطاي، منا اللي ولنا مجنون، تكون انت ان شاء الله، منا اللي في البيران شطح وقلبها مغبون، منا اللي ضاع في الشارع وفي بنيقات السجون، ما تكون انت ان شاء الله داك الفم الخانز ديالك. احنا المغاربه المزالات دوزو ندوزو، كناكلو الرفيسه، كناكلو سكسو، كنضربو الكالامار، كنضربو هادي، كنضربو هادي على قدنا، ولكن كناكلوه، انت ما كتاكلوش، انت هما كيجيبوه لك، انت هما كيخلصوه لك. حنا المغربي الا تزلط العام كامل بغا يدير الكالامار والقمرون كيشريه من جيبو، اما انت كتاكل صفاقه على عباد الله، انت مصح الكابه على عباد الله، انت هذاك السيدي عليك كيجيك كتشربو حرام، كيجيك هكاك، ماشي كتمشي تشري، كون راجل وخرج خدم دراعك. قال الراب بزاف عليك الراب يا مصخ، في الحقيقة انت بحال ما نفضل لكم مشان نعس مالي على حالتي. تحية كبيرة للشعب الفيسبوكي، وكملوا الحملة ديالكم، مقاطعة سونتخار الحملة ناجحة، انا هضرت قبل ان اصنع عن نفسي، دابا كنهضر على كاع المقاطعين، واللي ما بغاش يقاطع راه هو حر، انا اؤمن بالحرية هذا الشخصية، خليه، حنا ما نقولوش واحد لا ما تشريش سونترال، خليه هو حر، ولكن الاغلبيه راه ما شارياش، الحمد لله كنشوف في الحوانت في الشارع، يلاه شهاد الصباح البارح مول الزريع قاطعو قال لي غنجيب لك ديال الشرقي ب10 دراهم، جاني غالي، قلت له شوف جيب لي باش ندوز الجمعه ان شاء الله، والسبت والحد غنمشي سوبر مارشي نشري شوكولا ولا حليب غابره. ما يقولكش كتهرسوا المنتوج الوطني، تهرس المنتوج الوطني مادام غالي وفائق قدراتنا وكنشريوه يوميا ماشي مره في الشهر، يتهرس باش يولي على قدنا، ينقص شويه باش يولي على قدنا، ومع ذلك غنشري منتوج وطني غنقلبها انا الشوكولا سالينا، واي منتوج رخاص هذا غلا هذا غنقطعو هذا سليم. وتحية كبيرة للشعب الفيسبوكي والغير فيسبوكي كما كنقولها، والمقاطع والغير مقاطع، تحية كبيرة للمغاربة اللي شعارهم الله الوطن الملك، وخلي اللي يهضر يهضر وخلي اللي عاير يعاير، راه الحملة ناجحة وجاتهم في الصميم، ما تديوهاش في البخاخيش، وما تديوهاش في الكائنات والمخلوقات، وما تديوهاش في اللي راسمين علينا شرافة، وتحية كبيرة مني لكم.